بوتين إلى الآن خسر الحرب، يعني يخسر يوما بعد يوم، أكثر من 100,000 قتيل روسي في خلال 10 أشهر. إذا يريد أن يوسع رقعة الحرب، يريد أن يشمل في هذه الحرب بيلاروسيا، ولكن بيلاروسيا ليست لديها القدرات الكافية للقيام في هذا العمل. يعني في الوقت الحاضر الحرب الدائرة في أوكرانيا هي حرب بين روسيا وبين الأسلحة الأمريكية والأوروبية، من جهة الولايات المتحدة مثلا قادرة على إعطاء أوكرانيا ما تريده من السلاح، ولدينا الإمكانيات والقدرات العسكرية. إذا ما دخلت بيلاروسيا في هذا الحرب فسوف يكون هناك معادلة جديدة في هذا الحرب، سوف تتمكن أوكرانيا من ضرب أهم المواقع في بيلاروسيا. يعني بيلاروسيا سوف تدمر بالكامل فيما إذا قامت بعمل عسكري ضد أوكرانيا. أولا بيلاروسيا ليست في تلك الدولة القوية، لا من الناحية المالية ولا من الناحية العسكرية، وروسيا وعظمتها تجرب سلاحها في أوكرانيا وفشلت إلى الآن، وكذلك سوف تفشل روسيا وبيلاروسيا إذا قامتا بأي عمل ضد أوكرانيا.